لقائد المنتخب الوطني لكرة القدم فيصل البدري. كابتن فيصل أهلا وسهلا بك. أعتقد أن الشارع الرياضي اليوم في حالة من الهيجان جراء ما تعرضتم إليه في نيجيريا، وأنت كنت أحد من تصدروا المشهد، ولكن للأسف الشديد ربما عندما تحدث فيصل البدري عبر جدار صفحته لم يلقى ذلك الرواج مقارنة بما نشره نجوم منتخب نيجيريا، لكن اليوم أصبحت القضية هي قضية رأي عام تتصدر المشهد. مرحبتين أخوي مؤيد، مرحبتين ومرحبتين بضيوفك. أهلا وسهلا بك. أنت حكيت على الحدث الكبير والتوابع متاع. أنت حكيت على الصدى للاعبين أوروبيين وعلى مستوى عالي. صحيح. صوت مسموع في العالم، يعني نلعب ضد منتخب اغلبيته ممكن الحارس بس المحلي، باقي يلعبوا في ينشطوا في اكبر دوريات اوروبا. فهم ممكن خضوا علينا المصداقيه في الاعلام او في الضخم الاعلامي العالمي، بس نحن تو كما قلت انت قضيه شارع رياضي، قضيه عامه ممكن نوصل حتى للدوله، يعني قضيه عن يعني ملف المفروض انها تجد قضيه دوله. وانا شفت ردود افعال الناس المسؤوله الليبيين، الحق ما قصروش، وعلى راسهم مش نذكر، انا حنذكر بالاسماء، الافندي خالد فريق خالد ما قصرش، مع ان نحن انت تحكي لنيجيريا ودارت شكوى، السبب علاش الشكوى؟ نحن ما درناش شيء، رده فعل مش نيجيريا مثلا تنسحب او تمتنع عن اللعب، انا مانيش فاهم، يعني يا لا اللي نحن اللي درنا غادي في افريقيا وفي نيجيريا لا شيء، شنو مؤيد؟ طيب انت طيب انت طيب فيصل، انا لهذا السبب اليوم اعتقد ان صوتك مهم في هذا التوقيت. اعتقد ان الناس قيموا يعني مشهد في نيجيريا واخر في ليبيا، شفنا منتخب نيجيريا امتنع عن التواجد والحضور ومغادرة المساحة المحيطة أيضا بمطار الأبرق، لكن احنا اليوم نبغى نتكلم على معاناتكم أنتم، هل هي تضاهي الوضعية اللي شفناها لمنتخب نيجيريا؟ أوصف لنا الحال، ربما أنت اختصرت كل شيء في منشور، لكن الآن المساحة أمامك وضع الرأي العام، الإعلام المحلي، الإعلام الدولي في صورة ما تعرض له المنتخب الليبي. يا أخوي مؤيد، شنو المعاناة اللي عانى منها المنتخب النيجيري؟ خلينا نقعد واضحين، أنت طيارة ممكن المطار اللي نزلوا له ما نعرفش أنا شو الأسباب اللي نزل، بدل ما ينزل في بنغازي ينزل في الأبرق، قصدي هذه شور الملاحة الجوية، شور البرج المراقب، أنا رياضي. وبعدين أنت المطار اللي نزلت له ما يبعدش بالطيارة، يبعد ثلث ساعة عن مدينة بنغازي. وهذا نفس الشيء اللي صار لنا غاد، يعني نزلنا في المدينه اللي ما نلعبوش فيها، معنا نحن حتى نحن طياره خاصه يعني جايين، ما بوش يعطونا الموافقه ان ننزلوا في المطار اللي فيه الملعب، هذه نقطه. بعدين هم لما نزلوا في مطار الابرق في اجراءات روتينيه، في منظومه، ممكن صار عطل، ممكن صار بعض التاخير ما ينقالش به، يعني العالم كله يتاخر حتى في الدول الاوروبيه، مش موضوع. انت لما نقول لك انا نزلت لطيارتهم 8:30 9 في مطار الابرق، وممكن ثلاث اربع ساعات ممكن كان الاجراءات متمات، بعدين طلعوا قصه الحال الباصات، قالوا ما نبوش باصات صغيره، وتوفرتهم الباص، ممكن توفرتهم الباص بعد ساعه وساعه ونص الباص الكبيره، وانا عندي المقاطع وعندي الاشياء اللي توفر لنا، فهمتها؟ طيب ممكن في المقابل انتم المعاناه اللي عشتوها، ربما شفنا احنا صور، هل تقدر توصف الحاله خصوصا اليوم؟ يعني تصريحك مهم. والله يا اخوي مؤيد انا حكيت وكما قلت انت وكتبت، بس ممكن الصوت مش نفس من نزل بوست، مش نفس ما تحكي، مش نفس ما الناس تسمع. نحن اللي حكيته صار بالحرف الواحد مؤيد، وكيف ما قلت لك نحن نزلنا ممكن ثلاث اربع ساعات تفتيش يدوي من المنظومه، نحن في الخشه منظومه، بعدين تمشي اخرى تفتيش يدوي اكياب بالجواز كشف يدوي، بعدين ترد للمنظومه اخرى، بعدين تطلع تاخذ الساق بتاعك وتفتش، بعدين طلعنا برا، وفي اللي قلت لك شفت انت ممكن المقاطع قعدات موجودات، انت تتكلم وهم قدامك المقاطع، وانا ممكن نكلم فيك ما نشوفش بس في الشاشه قدامي. فممكن الشباب رقدوا في المصلى، وفي شباب رقدوا برا المطار على افترشوا الارض، بعدين نحن باهي تمام، انت طلعتني ما بيش انزل بيا المطار الاخر، باهي وفر لي الحافله متاعي، يعني اول ما ننزل ونتفتش ثلاث اربع ساعات ودرت انت ما تبي، باهي لما نطلع المفروض نلقى الباص متاعي،
الباص مثلا نلقاها باص في وقتها، نلقاها باص محترمه مكيفه تليق بمنتخب، يعني ما نبوش حاجه فايف ستار يعني، باص العاديات، باص متاع المكيف وكذا كويس. انتضح لنا ان ثلاث باصات، وقلتها اكثر من مره، باصات كوستر والله ما يصلح، والباص الكبيره جابوها ما فيهاش رواشن وما فيهاش تكييف، هذه يركبوا فيها المدربين، ونحن الرياضيين تقسمنا على ثلاث باصات. وبعدين قالوا تمام، نحن معنا السفاره، اثنين من السفاره الليبيه غادي، قعدوا يقولوا يحكوا للمتاع الشركه اللي هي جايه نحن متعاقدين معاها، يقول لهم راه ما تطلعوش الوقت تاخر، راه ما تحملوش مسؤوليتهم، راهي الطريق خطيره يعني، راهي عصابات، راهي غابات، راهي الطرق مكسره، طرق ما فيهاش ضي، نسبة الجريمة عالية، هذا كله نحن الرياضيين نسمعوا فيه الحوار، هذا نسمعوا فيه. يقول يعني ما تطلعش أنت تو، حتى معك سيارات أمن ما تطلعش، الوقت تأخر، دبر أنت كيف تو تحزو طيار أخرى داخلية، ديروا أي حل، بس ما ننصحكمش تطلعوا برا، لأننا يعني نعرف نقول. في نهاية المطاف نحن طلعنا، تقسمنا ثلاث باصات، طلعنا في الطريق، حفلة المدربين عطلت كبيرة، قعدنا نستنوا فيها. على اساس انهم تو بيركبون في حافله واحده اخرى، شويه المدربين ما بوش يتحركوا على اساس عطل كبير، قعدت 10 دقائق ربع ساعه يروح مولعوا فيها ولعت معاها من جديد. طيب قعدنا نحن نخشوا في الادغال، 20 كيلو بيستا، 20 كيلو غابه، 20 كيلو اخرى، وهذا كله طرق مكسره، ما فيش معانا الا سياره امن واحده يمين ويسار، ما فيش ضي بك، نقول لك مؤيد والله ما في ضي بك، ما معناش سكال، ما معناش شرب، يعني ما معناش يعني حتى فلوس ما صرفناش نحن اصلا باش ندفعوا، وما فيش كيف تدرس اصلا تاخذ. نحن المدينه اللي حطونا، نحن المدينه اللي حطونا فيها مدينه راي ما تصلحش بكره. في من يرى بعد هذه الممارسات كابتن، واعتقد انك ضفت حتى بعض المؤشرات او الاحداث الاخرى عليه ما شافه الشارع الرياضي، في من يقول لك لماذا اليوم حتى المسؤولين على المنتخب وانت ك بصفتك اليوم كابتن ما حطيتوش يعني شرط الانسحاب من هذه المباراه وعدم خوضها من الاساس؟ نحن هذا، نحن يا اخوي مؤيد، نحن الليبيين متعودين ان اي منتخب افريقي ثلاث ارباع المنتخبات تستضيف فينا بالطريقه هذه. فنحن قصدي عادي اجراء روتيني، نحن صار لنا هذا يصير لنا من قبل، نحن ما اخذناش في الاعتبار، نحن في المشيه لعبنا ولعند المباراه جينا بنروح، ونحن القصه كلها في مروحتنا. نحن بكي كله خلاص، نحن متغاضين عنه، لعبنا وما حكيناش، نحن ممكن وضحنا للشارع الرياضي ولعبنا المباراه وانتهت 1-0، ونحن تو بنروحوا في طيارتنا الخاصه. اتضح ان مؤيد نحن لعبنا يوم كم؟ لعبنا يوم جمعه. نحن على اساس طيارتنا تجي يوم السبت مش نروحوا لليبيا. اتضح ان ما بوش يعطوا الموافقه، قال واسطنا، قالوا المطار مغلق، صايره فيه اشكاليه. يعني طيارتك ما تجيش يوم السبت، تجي يوم ما استفدتوش من عامل الوقت للتحضير لمباراه الاياب. لكن انا بنسالك سؤال اخير، هل لاعبي نيجيريا اليوم خلال تواجدكم في الملعب والمباراه الاولى، هل يدرك اللاعبين المعاناه اللي عشتوها؟ هل دار بينكم وبين اللاعبين يعني نظره عامه لما تعرض له المنتخب الليبي، خصوصا ان الوضعيه نتاع منتخب نيجيريا لقينا ان لاعبين نيجيريا هم اللي قرروا اليوم، هم اللي ما يبوش يخشوا لليبيا، هل عندهم تفاصيل حول الممارسات الغريبه اللي تلقاها المنتخب الليبي؟ والله اخوي مؤيد شافوا بعيونهم. نحن لما روحنا وصلنا المطار جينا بنخش في البدايه، خشونا بعدين طلعونا من جديد، دارونا كراسي برا وقعدنا برا، لقوكم قدامهم منتخب نيجيريا، لقاكم قدامهم، لقانا قدامهم، ونحن قعمزونا برا، هم جوا بسكواتهم وخشوا. ممكن جاء الكابتن دوام احمد كراوي الكابتن نتاعهم، ممكن دوال واحد المسؤولين نتاعهم، كيف ما تقول علاش تعاملوا فيه مكي، ما نحن ماشيين غادي، معناها في رده فعل المستوها من اللاعبين بان هذا الامر راهو راح ينعكس علينا سلبا في مباراه العوده. واحمد كراو الكابتن نتاع، ممكن دوام احمد كراو وقدام المسؤول كيما قال علاش انتم تعاملوا فيه مكي، لان نحن رانا ماشيين تو ليبيا، يعني بتتعاملوا هكي حنعاملونا نفس الشيء غادي. هم شافوا بعدين ما سلف السبت تلقى لحد كابتن فيصل، ونحن ما سلفناش لحد، نحن ما درناش اللي داروه هم ولا ما درنا شيء، انا ما ننظر ان قعدوا 4 ساعات في المطار او 3 ساعات وتغيرت الوجهه نتاعهم، توفر لهم الباصات وكانوا يطلعوا ويجوا،
ما في سبب مقنع انهم هم ينسحبوا، لا تاذوا ولا اعتداء عليهم، لا ما فيش اي سبب انهم هم يمتنعوا، ولا منتخب كيف هذا مش مستحق يدير الحاجات هذين اخويا مؤيد. طيب منتخب كيف هذا ما يحمل عناصر كي مش مستحق ان الدوله متاعها تدير تدير الاساليب هذين، فهمتها؟ صحيح. اكيد فيصل البدري هذا صوتك نتمنوه يوصل لجميع من يتولى هذا الملف وهذه القضية.